محاربة العالم محاربة الدين والإسلام، محبة العالم وتقدير العالم، تقدير الإيمان والإسلام، تقدير لسيدنا محمد لهذا نائبه ووكيله. هذا النبي أوصى به. شو معنى العلماء ورثة الأنبياء؟ هذول نوابي وكلائي، بمقدار ما بتحترم وبتحب وبتقدس الأصل بدك تقدس الفرع. إذا كنت عدوه منروح على المدينة شو منشوف؟ ما في غير شباك نحاس. زرنا النبي، زرت النبي؟ لا والله زرته نحاسة. هل لي ممكن زار النبي؟ الله يقول لي انه اجتمع بالنبي ورأى النبي وحاكى النبي والنبي حاكى. في بعض اخوانكم اذا راحوا بيزوروا النبي وبيجتمعوا بروحانية النبي، وهن هون بيجتمعوا بروحانية النبي. هن هون لهم الصحبة الروحية لا الجسدية. هلا عندكم العشر ذي الحجة، هذا لازم ما تقرب إلى الله في يوم من الأيام بأفضل مما يتقرب إليه في عشر ذي الحجة. لازم عشر ذي الحجة خصوص طلاب العلم كلهم يتفرغوا للاعتكاف. المسلم بيروح للحج هذا شيء من التفرغ، لكن في مشاغل السفر. أما يجي على الجامع ويتفرغ يعتكف. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويشتغل بالذكر ليلا ونهارا. رمضان يعتكف، طالب العلم يذكر الله ليلا ونهارا مع طهارة القلب والنفس والأخلاق وكل شيء، لحتى تصل إلى حقائق الإيمان، لحتى تصل إلى العلم اللدني، تصل إلى العلم الإلهي، العلم الذي يأتيك من الحي الذي لا يموت. كان أبو يزيد البسطامي الله يرضى عنه يقول لعلماء زمانه: قل أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. في حديث قدسي يقول: ليس العلم في أعماق البحار تغوصون إليه فتستخرجونه، ولا في باطن الأرض تحفروا حتى تصلوا له، ولا كذا ولا كذا، إنما العلم مدفون في قلوبكم مخبوء في صدوركم، فتخلقوا بأخلاق الصديقين، واذكروا الله كثيرا مع الذاكرين، أخرجوا العلم والحكمة من قلوبكم فتظهر في أعمالكم وأخلاقكم وسلوككم. هذا معنى الحديث القدسي. علوم الأنبياء من أخذوها يا أبي؟ من الكتب؟ من الرجال؟ أخذوها من الخلوة بالله، من الإقبال على الله، من الفناء في الله، من طهارة النفس. الصلاة الجسدية بدها طهارة جسدية، والصلاة الربانية بدها طهارة جوانية. فعشر ذي الحجة كل فارغ يجي ليلة نهار أو نهارا ينام ببيته، ولا يتكلم بكلمة مع مخلوق إلا مع الله، وهيدأني وشو بكون النتيجة. أحصل من دراسة 20 سنة.